ومن الخرطوم ينضم إلينا عبر خدمة سكايب محي الدين جبريل مراسل غد. أهلا بك محي الدين. يبدو أن الأحداث تتسارع في السودان اليوم، الأحدث منها هو تغييرات جديدة في قيادات الجيش، أبرز التفاصيل معك محي الدين. من هذه التغييرات التي جرت على الجيش تأخرت، يعني بعض الشيء كان ينبغي أن تعلن في مطلع العام، ولكن ربما بسبب الأحداث الأخيرة في السودان تم إرجاؤها إلى اليوم. هنالك ضمن هذه قائمة هذه التعديلات تمت العودة، وهو منصب كان تم إلغاؤه من قبل، وهو منصب وزير الدولة بالدفاع، وربما تم اللجوء إلى تحديث ذلك الموقع إلى انشغالات وزير الدفاع في مهامه كنائب أول للرئيس السوداني. أيضا من ضمن التعديلات من بينهم يعني حاكما قد عين واليا للولاية الشمالية، وهي ولاية حدودية مع مصر، يعني ربما رأت التقديرات أن يظل في قيادة الجيش، وتم تعيينه مفتشا عاما في الجيش، إضافة إلى أن هنالك لواءين بالمعاش من ضمن حكام الولايات تمت إعادتهم للخدمة ضمن هذه الإجراءات، وترقيتهم إلى نسبة إلى رتبة فريق للجيش، ومن ثم أحيلوا للتقاعد. هذه الخطوة ربما لتمكينهم من اتخاذ أو من منحهم صلاحيات أوسع بهذه الرتبة التي تعتبر رفيعة في الجيش السوداني، رتبة الفريق. ولكن بصورة عامة بقية الإجراءات التي صارت هيئة الأركان هي إجراءات روتينية كان ينبغي أن يعلن عنها قبل ذلك الوقت بنحو شهر ونصف تقريبا. شكرا جزيلا لك عبر خدمة سكايب محي الدين جبريل مراسل الغد.